صعدت الحكومة العراقية من إجراءاتها لاحتواء مد ثورة المطالبة بالحقوق مع خطوات خالفت وناقضت مطالب الأمم المتحدة بالحوار الجاد والشامل مع المحتجين. إطلاق رصاص حي سجل مجددا ضد المتظاهرين في ساحة الرصاف وسط بغداد ولدى محاولة المتظاهرين العبور إلى منطقة العلاوي، حيث مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وعدد من الوزارات السيادية. كما أكدت قيادة عمليات بغداد اعتقال أي مجموعة تلجأ لقطع الطرق والجسور ومحاكمتهم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. وتم اعتقال عشرات الناشطين في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، واغتيال ناشط بارز في مدينة العمارة الجنوبية، واختفاء أثر مسعفة تم اختطافها قبل أيام في بغداد من قبل جهات مجهولة. هذه الثورة أريد أبين لكم من خلال رعيتكم الكريمة أنها راديكالية شعبية، يعني حكم الثوري الشعبي، لذلك لا يوجد هناك أي مسحة للتفاوض مع هذه الحكومة، نقدر نسميها الحكومة القاتلة. الأمم المتحدة دعت وعبر بيان صدر عنها لتحقيق مستقل حول أحداث العنف، وذلك تحديدا مطلب الشارع العراقي بعد مقتل وإصابة أكثر من 14 ألف متظاهر منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع الشهر الماضي، ويخشى من عودة العراق لبنود الفصل السابع ووضعه تحت الوصاية الأممية بحال تواصل العنف. كنا نتأمل من أن تكون هناك دعوات من الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المتظاهرين، إلى عدم استخدام القوة المفرطة، إلى عدم التعامل مع القنوات أو عدم الضغط على القنوات الإعلامية، إلى عدم قطع الإنترنت. كل هذه بالنتيجة هي تمثل يعني طرق من يعني الانتهاك حقوق الإنسان. ساحات بغداد تستعد لتظاهرات مليونية يوم الجمعة بدعوة سكان المحافظات الغربية والجنوبية وتحت عنوان جمعة الحق الوطني. دور محدود للأمم المتحدة في تظاهرات العراق التي تكاد أن تخرج عن السيطرة للعدد المرتفع من الضحايا. لبرنامج مجمل القول إيثار إبراهيم، بغداد.